السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن خلونا نبلش بتنصيب فلاتر اللي في داخله راح يكون أيضا دارت على اللينكس، أجهزة اللينكس، وبعد ذلك ننتقل للويندوز. طبعا في اللينكس طريقة تنصيبها سهلة جدا، مشابهة جدا لتنصيبها في داخل الماك. تكتب فلاتر، تدخل على موقع Get Start، وتذهب ل ممكن تنصبها بالويندوز، ماك أو لينكس. احنا عندنا لينكس. الطريقة اللي احنا نستخدمها في تنصيب اللينكس، النسخة اللي أنا بستخدمها هي نسخة فيدورا لينكس، فيدورا النسخة الأخيرة 28. طبعا هي ما بتفرق عن بقية نسخ اللينكس، يعني الطريقة اللي راح نتبعها في فيدورا ممكن تتبعها مع اوبنتو، مع ديبيان، ارش، براحتك. اول شيء احنا لازم نحمل الفلاتر. اوكي، طبعا النسخة اللي عندي هي 0.7.3، ممكن انه عندك راح يكون مختلف متقدم على حسب مشاهدتك للفيديو طبعا، او ممكن يكون الريليز النسخة الأخيرة. طيب احنا هنا راح يقوم بالتحميل، انصحك بتحميل ايضا الاندرويد ستوديو، كذلك تنصيب الجافا قبل الاندرويد ستوديو بعدين تنصيب الاندرويد ستوديو. بالنسبة للاندرويد ستوديو انا عندي اصلا دورة خاصة عن الاندرويد ستوديو. لاحظ هنا عندي في الاندرويد ستوديو دورة خاصة، في الدرس 6 بشرح طريقة تنصيبها على الويندوز، وايضا بشرح طريقة تنصيبها على اللينكس. اوكي، يعني ممكن تنصبها على اللينكس وعلى الويندوز، موجودين في الدورة هذه. اوكي، طيب تحمل عندي الفلاتر لينكس اللي هو حجمه 260 ميجا. اول شيء احنا نحتاج انه نذهب للفايل ذس. اوكي، ممكن تضع الفلاتر في اي مكان. اوكي، ممكن تضعها في الروت، ممكن تضعها في الهوم، براحتك. راح اخذ الفلاتر. اوكي، هو انا قلت لك اكستراكت هير، انا لازم كده اوقفه. خلينا نوقفه. اوكي، كانسل. ممكن اعمل له اوبن مثلا بالاركايف مانجر اللي هو تطبيق ينزل مع الفيدورا، هي اوتوماتيكيا مجانيه. راح يعمل لي ريد. ممتاز. طيب انا اختار الفلاتر، لاحظ في داخله فولدر اسمه فلاتر اكستراكت، راح احولها للهوم. في الهوم اعمل له اكستراكت، راح يعمل عمليه الاكستراكت. طبعا انتظر لحين انتهاء عملية الاكستراكت. نجي نعمل لها كلوز، نغلق هذا ايضا، هذا لا حاجة له بعد الان. ممكن نعمل لها موف تو تراش حتى لا ياخذ مساحة، ممكن انه ايضا نفرغها من التراش. اوكي، لو جينا على الهوم راح نلقى انه الفلاتر موجود. اوكي، طبعا احنا نحتاج لداخل الفلاتر اللي هو البين، تمام، اللي هو هذا فلاتر. طيب احنا هنا ايضا يقول لنا لازم تعرف الباث، المسار اللي انت واضع بيها. كيف اعرف المسار؟ بسيط جدا، اعمل هذا كوبي، اجي على هو وين موجود بالهوم، بي دبليو دي، اوكي ال اس، لاحظ الفلاتر موجود هنا، سي دي لايك، اوكي سي دي فلاتر، تمام. في عندي cd bin، تمام، pwd راح يطبع لي الدايركتوري، هذا هو الدايركتوري المسار. اوكي، لو نرجع للهوم، طبعا في الهوم عندي هذا في الجنوم. اوكي، في عندي show hidden files، بالkde ايضا موجود عندك show hidden files، بالكنترول اتصور بالفيو موجود عندك show hidden files، ممكن تشوفها. انا احتاج الباش بروفايل، دبل كليك عليه او افتحها باي اديتور، تمام. هنا اجي اعمل انتر، اوكي، واجي اعمل بيست بهذا المسار. البي دبليو دي هذا يقصد بها المسار هذا. اوكي، فاني اخذ هذا المسار، اعمل رايت كليك كوبي، وارجع هنا هذا كله من بعد اللي يساوي ولغاية دوت النقطتين. اوكي، واعمل رايت كليك بيست بهذه الصورة. طبعا هنا انت راح يكون اسمك خاص او اسم الكمبيوتر اللي انت مسميها، تعمل له سيف. اوكي، تأكد من السيف، اغلقها، اغلق هذا. اوكي، سو ايضا هذا اغلقها، تمام. لا تنسى تنصيب الاندرويد ستوديو، الاندرويد ستوديو عندي شغال موجود. طيب هنا لو كتبنا فلاتر راح يكون غير معرف. اوكي، بنحتاج الى انه احنا نعمل لوج اوت.
اوكي تيجي على اسمك تعمل لوج اوت او تعمل ريستارت براحتك، بس لوج اوت كافي جدا. نعمل لنا لوج اوت. اوكي نضغط على الاسم مره اخرى، نجي هنا نخلي الباسورد ونقول له انتر، ونذهب للتيرمينال ونتاكد الفلاتر That's it. Flutter موجود. طيب خلنا نعمل هنا clear. نكتب Flutter Doctor. Okay. Flutter Doctor. الفكرة من هذا الكوماند إنه هذا هو الطبيب Flutter راح يجي يشيك الحاسوب عندك. ما هي الأشياء الناقصة؟ ما هي الأشياء اللي يجب إكمالها لعمل Flutter بشكل سليم؟ فراح يعمل عملية فحص كاملة. لاحظ هنا بيقول لك إنه مفروض تحمل مكتبة خاصة في عمل الفلاتر. لاحظ بالنسبة للديبيان أو بنتو والمنت ومشتقات ديبيان هذا الكوماند راح يفيدك. بالنسبة للفيدورا مثل حالتي هذا الكوماند. أوكي يعني إذا كنت أنت أو بنتو استخدم هذا الكوماند sudo apt get install هذا اللايبرري. إذا كنت فيدورا مثل حالتي راح تستخدم هذا اللايبرري. أوكي كوبي. وإذا كنت arch راح تستخدم هذا الكوماند. فأنا خلينا نجي نكتب نعمل هنا control test انتر اوكي اند الروت sudo علامتين استفهام راح يطلب باسورد. تصور في عندي النسخة ال 64 بت فلهذا هذا ما يحتاج انه يتنصب مرة اخرى، بس خلينا نشوف. اوكي في عندك ايضا الاندرويد ستوديو لايسنس، هنا نقول له يس. في عندك ايضا الاندرويد ستوديو لايسنس، هنا يقول لك الاندرويد ستوديو لايسنس نوت اكسبت، ريسولف ذس باي رانينج Flutter Doctor minus minus Android license. لازم نوافق على هذا أيضا. فنقدر نعمل right click copy. أوكي. فقام بتحميلها. أوكي بنجاح. خليجي أيضا نعمل هنا right click paste. لاحظ Flutter Doctor minus minus Android minus licenses. نعمل له enter. خلينا نشوف ما هي الأشياء اللي راح يظهر لنا. جدا بسيط طريقة تنصيب. يعني Flutter هو بيعطيك كل التسهيلات. هو بيعطيك كل الأشياء تحتاج. طبعا نضغط هنا yes enter. نعطي yes enter yes enter yes enter yes enter yes enter yes enter. اوكي كمل خلص تمام. هنعمل هنا clear. نيجي مرة أخرى نعمل Flutter Doctor. خلينا نتأكد إذا ما عدنا أي نقصات. ممتاز. لاحظ في عدنا Android Studio channel. اوكي ما عدنا أي مشاكل، فقط في عدنا شغلتين. اوكي هذا عادي انساها. شغلتين احنا عندنا الفلاتر بلجن غير موجوده وكذلك الدارت بلجن غير موجوده. كيف نصبها؟ طبعا بالنسبه للدارت والفلاتر انت اذا قمت بتحميل البلجن للفلاتر فمن الطبيعي الدارت اوتوماتيكيا يقوم بتنصيبها. انا بالنسبه لي الاندرويد ستوديو قمت بتحميلها في مسار الاو بي تي، فاذا جيت هنا قلت له سي دي سلاش او بي تي سلاش اقول له هنا ال اس سي دي هذا اندرويد ستوديو كوبي and cd test and put auxiliary cd right click copy and paste cd Android Studio ls cd then ls okay dot slash هذا لتشغيل الأندرويد. طبعا انا في الدوره الخاصه فيها انا علمت كيف طريقه عمل ايقونه للديسكتوب في داخل لينكس اي نسخة لينكس. طبعا انا عملت على الفيدورا بس انت ممكن تعملها على اي نسخة لينكس عادية جدا. اوكي هاي الدورة ايضا موجودة في ضمن الفيدورا اكسترا. اوكي يعني لو جينا على القناة نفسها فهنا احنا عندنا في شيء اسمه فيدورا اكسترا. فيدورا هذا فيدورا اكسترا. لاحظ هذا هو الاندرويد ستوديو اللي قلت لك عليه اللي هو هاي الدورة. اوكي هذا هو الفيدورا اكسترا. في الفيدورا اكسترا في احد الفيديوهات بيشرح لك كيف تعمل ايقونه خاصه في داخل اللينكس بحيث يكون على الديسكتوب شورت كات وتعمل دبل كليك بدون حاجه الذهاب الى مسارها. طيب لما نجي على هذا الاندرويد ستوديو مجرد نقول له ستارت نيو. لاحظ هنا انا ما موجود عندك فلاتر. اوبس ليش نقول له ستارت نيو؟ لحظه نقول هنا كانسل. هنا ممكن عن طريق الكونفيج نذهب للبلجنز. اوكي في البلجنز اعمل براوز ريبوزيتوريز. Repositories أنا ممكن أكتب هنا أنا Flutter. Flutter. لاحظ راح يظهر لي Flutter language. فأنا أجي أعمل له install. الفلاتر بمجرد تنصيبها لاحظ
the plugin you want to install required other plugin Dart which have to be installed as well. Process يعني انه انت ما حتحمل الفلاتر وراح يقوم تحميل البلجن اخر اللي هو عايد للدارت. اكيد يس راح يقوم بتحميل الدارت بعدين يقوم بتحميل الفلاتر، فراح يكون عندك الفلاتر اصلا موجود في نسخه الاندرويد ستور. طبعا ممكن ايضا تحميل نسخه الفلاتر بلجن مع انتليج اي دي براحتك. اوكي فاذا جينا قلنا لك كلوز و ذس وان اوكي اتصور راح يطلب ريستارت. نعم خلينا نعمل الريستارت، مفروض يظهر عندنا كلمه فلاتر. تان تان تا ظهر عندك هنا start a new flutter project. مبروك عليك